يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول على الداعي الذي يدعو في بلاد الكفار عليه أن يسكت عن مسائل الولاء والبراء لأنه سيترتب على ذلك ضرر ومضايقات، هل كلامه صحيح؟ أول شيء يدعو الكفار إلى أنهم أسلموا تمكن الإيمان من قلوبهم يأمرهم بالولاء والبراء، أما أنك من الأول تقول للكافر أسلم وعادي أهلك وعادي أهل بلد ينفر من هذا ولا تبدعه بهذا، هو أولا بالدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام واطمأن قلبه فإنك تكمل له ما تبقى، دعوة بالتدريج، من أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فالتدريج الكافر يتدرج معه. نعم، أما تقول له تراك إلى منك أسلمت يجب عليك مقاطعة أقاربك ويجب عليك ترك الخمر ويجب عليك ترك كذا وكذا وهو مغرق في الخمر، أو تقول يحرم عليك الزنا وهو مغرق في الزنا، ما تبادر بالأمور هذه، أولا يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام تتدرج معه في بقية أمور الدين. نعم.